عندنا طبعا منتخب مصر وصل نيروبي زي منى سعاده لمواجهه كينيا اللي هتقام ان شاء الله يوم الخميس، عفوا بعد ساعات، يعني بعد ساعات هتقام بعد ساعات. الناس كلها اتكلمت وقالت لك ان محمد صلاح لاعب منتخب مصر ولاعب نادي ليفربول الانجليزي، ليفربول الانجليزي، كان لابس تيشيرت بدون اعلانات ورفض يلبس تيشيرت عليه اعلانات ورافض رعاة المنتخب. الكلام ده غير حقيقي، الكلام ده غير حقيقي بالمره. هو عادي لابس تيشيرت عادي خالص، مفيش اي مشكله فيه، وكان بيتدرب لما اتدربوا هنا عادي بتيشيرت عليه رعاة المنتخب، مفيش اي حاجه من الامور دي. معرفش ايه سبب افتعال الامور دي كل شويه بدون اي مبرر، يعني ده موضوع ما حصلش. حاجة تانية اتكلموا، قال لك أمن خاص يحمي محمد صلاح في نيروبي. طب ما احنا عندنا برضو تريزيجيه، راجل برضو بيلعب في انجلترا يعني، وراجل نجم لعيب كويس جدا. لا الكلام ده برضو مش حقيقي، يعني هو في أمن يحمي البعثة كلها، كل اللعيبة مش محمد صلاح بس، يعني مش محمد صلاح فقط، لا في أمن موجود لحماية البعثة كلها، منتخب الوطني كله في نيروبي. طبعا جماهير الكينيه استقبلت محمد صلاح استقبال طبعا كبير، لانه راجل لعيب دولي كبير ولعيب عالمي معروف طبعا في العالم كله، وراجل حقق بطولات وانجازات، وراجل معروف طبعا بعيدا عن قاره افريقيا معروف في العالم كله. فطبعا استقبلوه استقبال كبير جدا جدا الجماهير الكينيه، وطبعا الصحافه الكينيه كلها بتحذر المنتخب الكيني من خطوره طبعا والامكانيات الفنيه الكبيره لمحمد صلاح. عندنا الكابتن حسام البدري طبعا قبل السفر برضو انا تطرق لتصريحاته، قال لك انا اخترت المجموعة اللي تحقق الهدف المطلوب من المباراة، اخترت افضل لعيبة موجودين سواء محليين او محترفين، عندي ثقة كبيرة فيهم، ان شاء الله هنسعد الشعب المصري وهنقدم مباراة كبيرة وهنحقق المكسب. وراجل عنده طموح ان هو يحقق 3 بونت ان شاء الله. هو قال لك ان شاء الله المنتخب المصري، الجماهير المصريه هتكون راضيه عن اداء المنتخب المصري وهتكون راضيه عن نتيجه المباراه، ونتيجه المباراه هتكون في صالح المنتخب الوطني. عندنا خبر برضو الكابتن محمد عظيمه، محمد عبد العظيم عظيمه، مدرب الاهلي السابق، المدرب العام السابق للنادي الاهلي. وطبعا محمد عبد العظيم عظيمه كان احترف في المانيا وشارك مع المنتخب ايام فترات الكابتن محمود الجوهري، وهو اشتغل مع النادي الاهلي كان المدرب العام مع الهولندي مارتن يول. المهم الكابتن محمد عبد العظيم عظيمه خلاص هيبقى المدير الفني لنادي المقصه، وهيجي خلال ايام من المانيا وهيتولى المسؤوليه بشكل رسمي. طبعا هو خلفا للكابتن ايهاب جلال اللي رحل وتولى تدريب الاسماعيلي، والجهاز الفني للمقصة هيكون كابتن محمد عظيمة مدير فني، طارق حجاج واسلام عادل مدربين، ومخطط احمال تونسي، ونادي المقصة هيعمل مؤتمر وهيعلن فيه الكلام ده كله ان شاء الله. ده كان اخر خبر معانا النهارده. حضرات السادة المشاهدين، سعدت جدا بلقائكم، وان شاء الله التقيكم على خير. كان معكم الناقد الرياضي علاء حمام.